شبيها فاطمة قيد ايش تحكين علي؟ ليش تحكين علي؟ اريد احكي وياها. تقولي الخالة لو تقولي لي لي. لا متصلت علي قالت رجعوا قلت لها خالة الا احكي وياها. يا فاطمة قيد شو مسوية؟ كلش احبش. صدق؟ اكيد. والله 100% والله عمري. والله وانت شلون؟ زين حبيبتي تحبيني ولا لا؟ لا 24 ساعة متابعة حلقاتك في التلفزيون. طلعتك وضعيت طلعين الفلوجة قاعدين ما تديرون؟ لا ما تديرون. عافية عليك. بس شوف فاطمة قيدار اي برنامج ثاني ما اشوفه. خلاص الفطور نغسل ما ينقبل ابو علي. اسرع نقعد انا شوفي انا الحمد لله ما لحق اغسل ماعين. امي تقول شت ماعين بالتليفون او كذا ابعت تيك توك. امي تقول شت ماعين او يا فاطمة قيدار انه لا اهلي قاعدين وفجأة اطلع لهم الشعر. امي تقول شنو تحكين انت؟ جيت ويا الواز ايش تقول فاطمه ويا شو نقول احنا وياها؟ انا شوفي الحمد لله هو الشعر الشعبي جرح اني مجروحه حب اني حابه منفصلين انا منفصله ويا الشعر شو يقول البيت احنا ويا البيت. اي والله صحيح والله صحيح هي مشاعر الشعر. اي امي تقول مثلا ليش تقني هذا الشعر شنو عندك؟ اقول والله مشاعري يا فاطمه قيدة ويا كل شيء ويا كل انتهم عمري والله صح حبيبتي فدوى الوشيش حبيبتي رمضان كريم عليك فدوى العمر. انت من وين؟ انا من بغداد من الشعب. حي الله للشعب التجار. حي الله للشعب. اقول لك انا قبل كم يوم شت يمكم شو ماكو هسه انا جيت لابو ناس وتالي الشعب. لا شوفي احنا نقول لامي نقول هسه احنا المفروض نتوقع هي وين طالعه. والله قلت لامي خلينا نطلع زين نجرب. اي احنا بدنا نجرب نطلع حتى نشوف بكت الله نحظى بلقاء. يا عمري يا حبيبي والله خجلتيني فدوى حياتي بدي اجرب تطلع مناطق على راسي. فدوى الوجهك فدوى سلميلي يا عمري فدوى قلبك فدوى الوجهك حبيبتي فدوى قلبك كلش خجلتيني فدوى قلبك غيرتي لي مزاجي انا اليوم مالي خلق فهذا الكلام والله ونستي وفرحتي. لا بالعكس والله انت موجوده يعني حرفيا بكل بيت عراقي فدوى والله العظيم يعني انا مثل الشوربه وهيك شوفي تقريبا فدوى الوجهك تقولي تقريبا ما تقولي لا شوفي 100% شوفي فدوى الوجهك مع السلامة حبيبتي هنا ألف هلا مع السلامة.